الو، ايوه. طيب انا نازله حالا، معلش. بص يا فندم، حضرتك المنظر شايف هيعجب كده؟ ده ينفع اصلا؟ معلش، حقك عليا، انا هتصرف. عصام، عصام، غبي ايه؟ عايزاك قوم، عايزاك. انا قاعد، انا هنا. ما انا عارفه، انا بس عايزه اتكلم معاك في حاجه. انا عايزه اتكلم معاك، قوم عشان الناس. يلا يلا. هم اغبياء، هم ما انا عارفه ان هم اغبياء. طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ عايزاك في موضوع مهم. لا انا قاعد هنا شويه. لا اكيد مش هتكلم معاك في الموضوع ده قدام الناس. امسك نفسك، حط ايه ده في جيبك. طب انت عايزه مني؟ امسك بس ده، يلا امسك الموبايل. عشان عارفه ان انت الوحيد اللي هتعرفي تطوليني من هنا، صح؟ معلش، عشان انت غالي عندي، صح؟ عارفه. يلا ده بقى هنحطه فين؟ فين جيبك؟ حطه في جيبك. ايوه شاطر، يلا بينا. تعالى بقى، تعالى. بس هتقع، هتقع. انت يعني بوظي مزاجي اي حاجه. معلش انا غلسه، يلا نام بقى. انا مش عايز انام. طيب انا مبسوط، انت ليه بترخمي عليا؟ انا مبسوط، وهي احنا خلصنا شغل خلاص. معلش نام النهارده وارتاح، وبكره اعمل كل اللي انت عايزه. ليه بكره؟ ليه بكره؟ انا تمام وعايز اتبسط. هو هتبقى انت بسرعة عليا. اوه، مساء الخير. مساء النور. لو سمحت، هي غرفه استاذ عصام رقمها كام؟ حضرتك مين يا فندم؟ انا مراته. اهلا وسهلا، لحظه واحده. غرفة 514 يا فندم. ميرسي. تحب ابلغه؟ لا انا عامله لهم فجأة. شرفتيني، اتفضلي. اظن كده انت ارتحت، صح؟ انا هنزل انا بقى على اوضتي. عايز حاجه؟ تصبح على خير. بتعمل ايه هنا؟ انا كنت طول. ثانية واحدة، اصل انا بحب اصور اللحظات السعيدة دي، انا صورت فيديو كمان. انت بتعملي ايه يا اسرى الهبل ده؟ مش تفهمي الاول؟ عامل ايه في ايه؟ انا كنت صح، احساسي كان صح. عندك حق ايه واحساسك صح ايه؟ مش تفهمي انا عايزه اقول لك ايه؟ هتقولي ايه اكتر من اللي انا شايفاه بعيني؟ احترمي نفسك يا اسطى، خدي بالك من كلامك. خد بالي من كلامي؟ اه والله العظيم. انت عايزه انا اعمل ايه يعني لما الاقيك انت والبيه جوزي في اوضه واحده وقلع نص الفوقاني؟ ايه كنت بتزرعي لي قميصه؟ يو ده انت اتجننتي بقى. استني انا بتكلم معاكي. يا اسطى ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ ممكن تفهمني الهريم دي بتعمل ايه عندك في اوضتك؟ فاهمها؟ كارول كانت بنت. انا هفهمك، الاستاذ كان سكران والريسبشن تحت كلموني عشان انزل الحقه، لان هو كان مدغدغ البار تحت. انا ما شفتش واحده بالكزاره دي. لما هو كان عاجبك قوي كده سبتي ليه؟ ها ما كنتي كملتي معاه؟ لا انا مش هستحمل كلمه واحده زياده من القرف اللي انا بسمعه ده. يا كارول استني، يا كارول ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ اظن انك هتقولي ان في دماغي ده وهم، واللي انا شايفاه ده تخيلات. فاهمني انت؟ قول لي ايه اللي انا شايفاه ده؟ والله العظيم ان انت في دماغك ده كله ملوش اساس من الصحه. دي كارول اللي لحقتني من تحت. انت ما عندكش كلام تقول، ما عندكش كلام تقول عصام. انت عارف انا كنت جايه هنا ليه؟ انا كنت جايه وجايبه لك الهديه دي. كنت جايه اصالحك، كنت جايه اقول لك انا اسف، حقك عليا، انا نكديه، انت كان عندك حق، انا اسفه على اي كلمه وحشه انا قلتها لك. كنت جاي وناوية أقعد معاك يومين بعيد عن كل الناس، ما كنتش متخيلة أبدا إن أنا هاجي ألاقيك في الوضع ده. عصام الله.